انت فين؟ وده من امتى ده؟ بعمل زي ما بتعملي؟ انا في مشوار كده وبعد كده طالعه على ساره. ليه خير؟ حصل حاجه؟ لا تعبانه شويه، هعدي اشوفها. صوتك ماله؟ ماله؟ ده انا حتى كويسه. طيب انا بس حبيت اقولك ان انا جيت البيت بدري اهو وانت اللي مش موجوده. انا مش هتاخر. انت ايه، هتنزل تاني؟ مش عارف، يمكن. anyways انا هعدي عليها اطمن وهرجع على طول. يا ريت ارجع الاقيك. طيب اوكي. باي. هو في كده؟ يا عم انت فين؟ اهلا سيف، ازيك؟ عامل ايه؟ يا ابني بقول لك مختفي فين؟ هقول لك بس وطي صوت القرف اللي انت مشغله ده. يا مؤاخذة، انت بتقول على الجو ده قرف؟ اتفضل يا سيدي. سيف، انا حصلت معايا حاجة كويسة جدا. انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى انه خلاني اقعد مع الناس دي. ناس مين؟ ناس بتحب ربنا بجد يا سيف، وانا عارف انك محتاج تقعد مع ناس زي دي، وعارف ان محسن هيكبر دماغه. انا مش فاهم حاجه يا ابني، انت بتقول ايه؟ هجيلك بكره. طيب اوكي، هستناك في الغواصه بعد الظهر. لا لا، انا مش هروح الغواصه، انا هجيلك المكتب. ماشي حبيبي، براحتك، هستناك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واد بن علي اتجنن. علي الصوت بقى. سيف، سيف اصحى. في ايه اللي ايه؟ في ايه حضرتك؟ نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس، ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت، زهقت. زهقت وانا كمان يا اخي زهقت منك. هدي من فضلك، انا مش عايز اتخانق. بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. وبعدين انا والله ما خنتك، ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها، بالنسبه لي دي خيانه. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورنو وانت راجل متجوز؟ ايوه، ما انا راجل متجوز وانت مانعه نفسك عني. عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجه اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، يو هاف تو فيس ات، مريض. انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها. انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل، انا عمري ما خنتك، عشان بحبك. اقول لك على حاجه تعملها. سيبني، سيبني ودور على واحده تانية تساعدك. ما اقدرش، انت لو سبتيني اموت، لاني بجد بحبك. والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الادمان، ما اقدرش ابعد عنه. ده انا حتى لو حاولت اخونك مش هعرف. انا بحبك جدا. وانا كمان بحبك. بحبك قوي قوي. Thank you.
ايوه. الو، انت فين يا ايه؟ في الشغل. طب خلصي شغل وكلميني ضروري، عايزاكي. ليه، في ايه؟ ساره حامل. ايه ده بجد؟ مبروك، مش قلت لك ربنا هيرزقك يا بنتي؟ يا بنتي يا هبله، بقول لك ساره. طب ما انا بقول لك ايه؟ مين؟ يلا، ما انت هبله زي بقيتكم، جاتك نيل عليكي وعليهم. شله هبله. صراحة من يا نهار اسود. اهلا وسهلا، اتفضلي. شفتي؟ على فكرة أنا مش هكدب عليك، أنا ما كنتش ناوية أكلمك، وأكيد ما كنتش ناوية أجيلك، بس لما دخلت على السايت بتاعك وشفت اللي أنت عاملاه عرفت إنك شاطرة قوي. بس أنا لحد دلوقتي مش فاهمة حضرتك عايزة مني إيه. أنا شفت أدهم الصبح، وبصراحة أنا واثقة ومتأكدة إن أنا أقدر أساعده، وعلى فكرة أنا مش هاخد من حضرتك ولا مليم. ميرسي قوي، بس أنا ما ينفعش اقبل حاجه زي كده. لا ينفع، انا فعلا مش هاخد ولا مليم، انا بس عايزه ادهم يشوف الدنيا بشكل مختلف. هو في ناس لسه موجوده كده؟ ميرسي على ذوقك، بس هو اكيد في ناس تانية كده. والله اشك. anyway انا لما شفتك ارتحت لك، علشان كده هحكي لك حكايه ادهم. ادهم عنده 12 سنه، هو طفل طبيعي، كان بيشوف لحد قبل شهرين. كان في عيد ميلاد واحد صاحبه، والولاد بيلعبوا فاير ووركس، طار صاروخ ضرب في عينيه، صفى له عينيه الاثنين ودمر له الشبكيه. بس هو يقدر يشوف؟ ايوه، بس هو مش فاهم كده، مش فاهم انه ممكن تتعمل له عمليه، وكمان العمليه مش هتتعمل قبل 6 شهور، وللاسف نتيجتها كمان مش مضمونه. وطبعا هو يائس، ده باين عليه جدا. لا، والدكاتره من ساعه ما راح لهم المستشفى وهم بيضحكوا عليه ويقولوا له انه ممكن يشوف مره تانية على طول. وطبعا لما جه يشيل الشاش من فوق عينيه اتصدم صدمه عمره، فبقاش بيصدق حد، وحالته النفسيه اتغيرت. اصل ادهم يا حبيبي كان طول عمره طفل هادي وجميل، بس دلوقتي هو مش مظبوط. حضرتك عرفتي انا اقدر اساعده ازاي؟ تفتكري تقدري؟ هقدر. اوكي، انا موافقه، بس انا لازم اقدم لك اي حاجه. انا مش عايزه اي حاجه. على فكره انا اسمي يسرى فريد، وعندي وكاله اعلانات اسمها برو. انا بسمع عن الاسم ده طبعا. طيب احنا نقدر نبتدي من امتى؟ والله من بكره لو حبيتي. هاي، يبقى اتفقنا. اتفقنا. احنا كده بقى متفقين مبدئيا على مضمون المجله. ممكن بقى كل واحدة فيكم تقولي فهمت ايه ودورها ايه؟ أنا همسك اسم التحقيقات والقضايا، وهتكلم على الجانب النفسي للراجل، كل المشاكل اللي بتحصل له واللي بتحصل طبعا بسببه طول الوقت. وأنا مبدئيا طبعت المجلة، وهعمل فلتريشن للإيميلز اللي هتجيلنا، وهعيد صياغتها عشان نقدر ننشرها. الفكرة دي عجباني قوي.